مساء الخير، أنا محمود مجدي. هتكلم معاكم في 24 ساعة من الأركتكشر عن حاجات كتير جوه الأركتكشر في الـ IT، وإزاي تقدر تتكل أصعب المشاكل اللي ممكن تواجهك في حياتك جوه والكارير بتاعك جوه في الـ IT، إزاي تقدر تحلها. وهندي tips and tricks، ونتكلم عن links، نتكلم عن طرق وميثودز ممكن تستعملها on daily basis في إنك تظبط الـ infrastructure بتاعتك، الاركتكشر بتاعك، انك تلينك البيزنس بالاي تي بطريقه افضل. خلينا نتكلم مع بعض ونشوف احنا عايزين نوصل لايه بالظبط. الهدف، انا هحاول اتكلم في من 15 ل 20 محاضره، وانا عارف ان بناء على بعض الريكوست هنوصل ل 24 محاضره، كل محاضره مدتها من نص ساعه لساعه، فهنحاول نقفل حوالي 24 ساعه ان توتال. نحاول نحط من خلال ال 24 محاضره دول السيناريو بتاعنا. هنتكلم سيناريو بيزد، يعني هنحاول هناخد سيناريو ونحكي القصة كلها من الأول للآخر، من زيرو لحد 100. هنحاول، الهدف إن احنا نحط سيناريو إن أنت بادي في شركة جديدة. ممكن تيجي تقول أنا سيستم أدمنستريتور، ممكن مهتمش أوي بالحاجات دي، but it's fine، لأنه حتى لو أنت سيستم أدمنستريتور فهمك لحاجات كتيرة من الحاجات دي هيخليك تتكلم أفضل وتعرف شغلك أفضل وتعمل كمان شغلك أفضل. هنتكلم إزاي نحدد البيزنس ريكوايرمنتس والتكنيكال ريكوايرمنتس، وإزاي نوصل للبوتوم لاين فاليو، وإزاي نأفكت في البوتوم لاين فاليو، وإزاي نحدد الفاليو ستريم اللي إحنا هندليفرها للبيزنس، إزاي هنخطط لتقسيم الإدارة. أنا عندي تيم كبير 20 30 10 15 6، إزاي أقسمهم باستعمال مايكروسوفت أوبريشنز فريم ورك، ازاي نقدر نربط ما بين التكنولوجي والبيزنس باستعمال الانتربرايز اركتكتشر. والانتربرايز اركتكتشر ده هيفيدني في ايه بالظبط؟ هيفيد البيزنس، هيفيد التكنولوجي، في ايه؟ هنشوف. ازاي نستعمل فريم ورك زي التوجاف واسلوب زي الاركيميد او لانجوج زي الاركيميد واليو ام ال عشان نقدر نرسم انتربرايز اركتكتشر صح. يعني ايه يوز كيس سيناريو؟ يعني ايه يوزر جيرني؟ هنتكلم في الحاجات دي ان ديتيلز. ازاي نقدر نعمل governance او حوكمه بالعربي باستعمال الكوبيت، وايه اهميه الجوفرنس وليه لازم يكون موجود governance، وازاي نلينك ده بالمايكروسوفت اوبريشنز فريم ورك. طب احنا خلصنا، ازاي نجمع الريكويرمنتس، ازاي نجمع البيزنس ريكويرمنتس، ازاي نحط الاركتكتشر، ازاي نرسم الكلام ده كله. طب احنا عايزين نتكلم تكنيكال، هنتكلم على سيناريو بيزد كلاود انفراستراكشر ديزاين. ازاي هنديزاين البيبل بروسيس والتكنولوجي تو بي ان لاين مع الكلاود انفراستراكشر. ان اي سوليوشن في الدنيا قايم على الثلاث حاجات دول، people process technology. اوكي، ازاي تخلي الثلاث components دول fit in your design، ازاي تستعمل mind maps، وازاي تعمل data center design، cables, racks, structured cabling, top of racks, end of racks, end of row racks, end of row switches, top of rack switches and end of row switches، ازاي تعمل fiber cable design، وايه الفرق، ايه هو ال LC وال FX وال single mode multi mode wavelengths short wave long wave الحاجات دي كلها، وايه السيرفر اوبشنز، انا عندي racks وبليدز، ايه الفرق ما بين الاثنين، وامتى استعمل كل واحد، وهل الاثنين زي بعض، وايه الفرق ما بين الاثنين. هنتكلم عن السي بي يو والميموري ديزاين، هل كل السي بي يو زي بعضها، كل الميموري زي بعضها. هنتكلم عن الفروق ما بين الفيزيكال سوكيت واللوجيكال بروسيسور والفيرتشوال بروسيسور والكور، كل الحاجات اللي انتوا بتسألوا عنها. الستورج ديزاين يعني ايه لان، وايه الفرق ما بين الفي ان اكس للنت اب للريد 6 للريد 5، في ايه كنترولر، وايه الفايبر كيبل ديزاين، بيوصل ازاي على الفايبر شانل سويتش. هنتكلم في الاساسيات بتاعت الحاجات دي كلها، ازاي تديزاين سكيورتي للحل بتاع الكلاود بتاعك، ازاي تعمل باك اب، ازاي تعمل باك اب ستاجرنج، يعني ايه باك اب ستاجرنج، ازاي تعمل مونيتورنج اند ريبورتنج. في الاخر هنتكلم عن الدي ار كونسيدريشنز، وازاي تقدر تعمل للكلاود انفراستراكشر بتاعتك دي دي ار، سواء كانت داتا سنتر تاني او على الكلاود. اتمنى ان يكون الكونتنت لحد دلوقتي تعجبكم، وان شاء الله انا هحاول اضيف كونتنتس بيزد على الفيدباك بتاعكم. متتاخروش، تابعوني على الفيسبوك بيج. تمام، how to collect requirements general guidelines. انت النهارده قاعد اول يوم من الشغل بتاعك، عايز تكولكت requirements، تعرف الشركة دي عايزة منك ايه. To be honest، مفيش secret ingredients فيلم كونغ فو باندا، مفيش ماجيك،
بيهايند الموضوع. لازم تسأل أسئلة، ولازم تبقى عارف إيه الأسئلة اللي أنت هتسألها، لأن في كثير من الأحيان ناس كتير مش هتبقى عارفة هي عايزة إيه بالظبط. ومفيش ستاندرد تمبلت، you have to create your own، لأنه ناس كتير بتسألني أنا عايزة تمبلت للريكوايرمنتس، أنا عايز ديزاين دوكيمنت، أنا عايز مش عارف إيه. التمبلت ممكن تخليك تبتدي، بس أنت لازم تديزاين بيزد على الريكوايرمنتس، بيزد على الانجيجمنت، وبيزد على الكاستمر، وبيزد على حاجات كتيرة جدا أنت لازم تكونسيدرها. فخلي بالك وتعلم ازاي تعمل التمبلت بتاعتك، وهوريك النهارده ازاي تعمل التمبلت بتاعتك. يبقى تو في تو رولز، فيش سيكريت انجريدينتس، يو هاف تو اسك كويستشنز اند كريت يور اون تمبلت. تمام، النهارده لما هتسال اسئله تسالها لمين؟ تسالها للراجل اللي واقف في الشارع، ولا الراجل المحاسب، ولا تسالها لمين بالظبط؟ هنيجي لحاجه ديفينيشن مهمه جدا، اللي هم الستيك هولدرز. مين هم الستيك هولدرز؟ دول ممكن يبقوا ديبارتمنتس او ناس انترستد او اونرز لحاجه معينه بيقدروا يأثروا فيها. يعني مثلا ماركتنج ديبارتمنت عندهم انترست وعندهم انفلونس على الويب سايت وعلى الديزاين كونسيدريشنز بتاعت الويب سايت. انت ممكن تكنترول سكيورتي، او مثلا الهوستنج لوكيشن اون بريم اور كلاود، بس الماركتنج ديبارتمنت هم اللي هيحددوا الكونتنت اللي تروح، والتكنولوجيز اللي ممكن تستعمل لان احنا نبلد الويب سايت، هو سي ام اس ولا ستاتيك او حاجه زي كده. دول الستيك هولدر بتوع الويب سايت. وفي ستيك هولدرز كتير، ممكن تبقى في اوبريشنز ديبارتمنت، ممكن تبقى في فاينانشال ديبارتمنت، اكاونتنج، سيلز، ممكن تبقى في حاجات كتيره جدا، وفي ديفنتلي في الاي تي. بس مين الستيك هولدرز دول؟ ممكن يبقى سي او كشخص اعتباري، كشخص مش اعتباري، كشخص بحد ذاته، او ديبارتمنت هيدز، او ماركتنج اور سيلز ديبارتمنت كاشخاص اعتباريين، ان هم دول الاونرز بتوع اكس تكنولوجي اور اكس سيرفيس اور اكس سولوشن. الستيك هولدر زي ما قلت ممكن يبقوا ديبارتمنتس بس ريبريزنتد باي بيبل. فممكن النهارده يبقى في سيلز ديبارتمنت وتختار ان يبقى في مثلا سيلز مانجر اور سيلز اكاونت مانجر يبقى ريبريزنتيف للاداره دي في الانترست اور الستيك هولدر او الكويشنير، كستيك هولدر ريبريزنتيف في الكويشنير او السيشن اللي هنعمل فيها ديزاين باكس سولوشن. حد بس هنا انا عايز اقف واوضح حاجه، هنتكلم على ريكوايرمنتس. صحيح ان احنا السيناريو بتاعنا ان احنا رايحين في الشركه and mainly we are building an enterprise architecture، بنحاول نبيلد ريكوايرمنتس، بنحاول نحط اي تي استراتيجي للاداره بتاعتنا، which is different ان انت وانت بتعمل سولوشن جوه الديبارتمنت موجوده، ممكن تبقى الحاجات دي موجوده دلوقتي اوريدي، لكن الكلام مش هيتغير. ان انت لو عايز تعمل ويب سايت، لو عايز تعمل كلاود، لو عايز تعمل نيو سولوشن، لو عايز تعمل نيو ابلكيشن، هيبقى في حد ستيك هولدر. وغالبا الستيك هولدر ده مش هيبقى من جوه الاي تي، هيبقى من بره الاي تي. يو هاف تو ريبريزنت تو هيم، هي اونز، هي انفلونس، ولازم تتكلم معاه. لما بيحصل ديليجيشن، ان انت الديبارتمنت او الديبارتمنت هيد اختار حد ريبريزنتيف ليه، لازم تتاكد من كذا حاجه. اولا الاثوريتي والديليجيشن بتاع الراجل ده. يعني النهارده علشان ناخد قرار وناخد ديسيجن، هل الراجل ده يقدر يمضي؟ هل الراجل ده يقدر يساين اوف؟ او الراجل دوت يقدر يكلير بيمنتس، يريليز، يمضي على ار اف بي، يعمل فانكشنال ايفالويشن للار اف بي لو هي نزلت؟ الاثوريتي اللي عند الراجل ده والليفل اوف ديليجيشن اللي معاه اند افكتفلي الليفل اوف نوليدج اللي معاه. ثانيا وهي دي النقطه، النولج اللي عند الراجل ده لازم تعمل لها ريفاليديشن اند كونفرميشن. يعني النهارده ممكن تبقى قاعد تتكلم مع حد في الماركتنج ديبارتمنت يقول لك احنا عايزين نحط الويب سايت بتاعنا اون ذا كلاود، بس مثلا الماركتنج دايركتور مثلا عاوز يحطه اون بريم تو بروف سمثينج اور فور وات ايفر ريزن، سكيورتي كونسيدريشنز وات ايفر. فلازم كل الانفورميشن اللي انت هتاخدها وهتجمعها وهتكولكت الانفورميشن دي لازم تعمل لها revalidation and confirmation مع more authoritative or higher stakeholder أو original stakeholder اللي هو ممكن يبقى director level أو حد من الجيب أو حد في board members. طيب هنشتغل ازاي؟ احنا النهارده أول يوم عندي departments كتير. divide and conquer يعني ايه؟ يعني النهارده
مش هتقدر تقابل كل الناس في كل الوقت، والأسئلة والانترست بتاعت كل ديبارتمنت مختلفة. النهاردة قسم الناس، ممكن تجمع في جروبس الناس اللي بتعمل فانكشنز معينة، تجمعها مع بعض، وإن كنت أنا ما حبش كده سبيشال في السيناريو بتاعنا، أوكي؟ وقابل الميجور ستيك هولدرز. ممكن يبقى الميجور ستيك هولدرز بورد ممبرز، الاكسكيوتيفز، الديبارتمنت هيدز، وفي الاخر ممكن تروح تقابل ديليجيت، ان مثلا ديبارتمنت هيد او اكسكيوتيف او بورد ممبر هي ديليجيتد سم ون تو انترفيو يو او تو بي انترفيود باي يو. هنرجع للخطوه الاساسيه، هتميك شور الراجل ده معاه الاثوريتي والنولج والفاليديت ان هي كونفيرم من الاوريجينال ستيك هولدر. بس كمان في حاجه مهمه كمان لازم نعملها، انك define what requirement is because requirements is not features. يعني ايه؟ يعني ممكن تقعد مع حد ويجي يقول لك انا عايز استعمل مثلا ASP.NET. ASP.NET is like a component or a feature. That's okay. انا عايز يبقى ال ويب سايت بتاعنا hosted on prem. Okay. So this is not a requirement. إلى حد ما. This is not a business requirement إلى حد ما. انت عايز تعمل ايه؟ لانه لو انا هديك الويب سايت اون بريم او اون ذا كلاود فور يو ات از ذا سيم. اوكي، في اذر ستيك هولدرز ممكن يعملوا انفلونس على السكيورتي، على الهوستنج، على الكوستنج، اتش از ديفرنت كيس. فالريكويرمنت از نوت فيتشر، ودي ممكن تاثر جدا في البرسبشن بتاع الناس. الناس ممكن تبقى تقول لك انا عايز ساب، انا عايز اوراكل. طب ليه؟ اتكلم على الريكويرمنتس اساسا، اديني الريكويرمنتس and I will give you a solution based on the experience بتاعتي. This is rule number. Don't contradict, rather digest. يعني ايه؟ يعني وانت بتتكلم النهارده especially في اول يوم لسه بتتكلم في السوليوشن، مفيش crystal and clear idea اللي بيحصل بالظبط. ما تحاولش تعترض على الكلام اللي بيتقال، حاول تهضم الكلام اللي بيتقال، دوره في دماغك. ما تحاولش تحط propose solutions. انت النهارده لسه بتكولكت انفورميشنز، انت عايز تعمل ايه وايه اللي المطلوب يتعمل. ارجع افهم المعلومات اللي اتقالت لك، جمع الكلام ده كله وابتدي حط سولوشنز. ساعات انت وانت بتحط الريكويرمنتس او بتجمع سوري الريكويرمنتس، محتاج ان انت تليد السيشن بطريقه معينه، بس ده مش معناه انك انت تكونتراديكت اللي بيتقال وتبتدي تحط حلول في الريكويرمنت جاذرنج سيشن. We are not solutionizing everything now or anything now. احنا بنجمع الـ requirements، بناء على كده نحط الـ solution. Tip based on my experience، لو انت هتقابل executives or board members، ناس على الـ C-level، aim for less than 45 minutes. Ideally ما بين 25 ل 30 دقيقة. Divide your requirements. Okay. Business requirements و technical requirements. ايه الفرق؟ Okay. Business requirement هتكون انا عايز يكون عندي ويب سايت. This is a business requirement. ليه؟ علشان يبقى فيه business image, business brand, a way of communication, link with the customers, علشان يقدروا يجمعوا details. Website is not technical requirement. What is technical requirement? Okay. انا عايز 100 gigabyte storage for this website. That's fine. انا عايز ان الويب سايت يبقى dynamic. That's kind of technical business. علشان اقدر احددها we will come into this. بس في فرق ما بين ال business requirements وال technical requirements. As we said, don't speak products, speak solutions. يعني ما تخليش حد يجي يقول لك انا عايز اعمل ويب سايت على ووردبريس. مين قال ان ووردبريس احلى من جملة for your solution؟ مين قال ان احلى ان ال ASP.NET احلى من ال PHP in your case، و ماي سيكول احلى من السيكول، و اوراكل احلى من الساب، مايكروسوفت versus في ام وير، اي ام سي versus اتش بي؟ كل الاسئله الكونيه اللي محدش قادر يلاقي لها اجابه. This is not the case now. دي مش الحل دلوقتي. Keep the discussion and focus على requirements. ان انا عايز يبقى عندي ويب سايت. بناء على كده ابتدي اتكلم ودور على solution based على requirements. حدد البيزنس بنفيت. هل الكلام ده ليه بيزنس بنفيت؟ هل الكلام دوت ليه بيزنس بنفيت؟ وايه الفاليو بتاعته للبيزنس؟ كان وي لينك ات تو ا بروفيت اور ا لوس للشركه؟ في حاجات بيبقى البيزنس بنفيت بتاعها واضح،
مثال الويب سايت، كل الناس لازم يبقى لها ويب سايت. اه صح، بس هل الـ ASP، هل يوزنج اي اس بي دوت نت ليه بنفيت واضح؟ هو نوز. هل تقدر انت تلينك اي اس بي دوت نت لبزنس بنفيت؟ هل تقدر تلينك السيكول لبزنس بنفيت؟ حدد البادجت and who owns the budget. في اوقات كتيره جدا بيحصل ميكس للبادجت. البادجت بتبقى تو سيناريوز. لو انت ما انتش عارف القصه بتاعت البادجت خليني احكيها لك من الاول. البادجت في الشركات يا اما ديبارتمنتال يا اما بتبقى ستورد مع الاي تي. الاي تي بيجي اول السنه بيبقى عمل الانترفيو ديت مع كل الديبارتمنتس، اوكي، وحدد قال والله انا عايز سولوشن 1 2 3 4 وبناء على كده انا عايز مثلا مليون جنيه. اوكي، هتبقى البادجت اوند باي اي تي. في الحاجات الاكبر بتبقى البادجت allocated either للبروجكت or الديبارتمنت. فالديبارتمنت has its own budget and they have to pay for the solution. الـ IT is providing maybe a basic infrastructure and this comes من البادجت بتاعتهم. بس اي حد عايز حاجه on top the base services they pay for it. فالماركتنج بيدفع للويب سايت، السيلز بيدفع للسي ار ام، الاوبريشنز بيدفع للسبورت يوتيليتي وهكذا. وفي نفس الوقت لازم تحدد يعني ايه ريكويرمنت. الريكويرمنت لازم تبقى كلير ويل ديفايند، واضحه مش امبيجوس. يعني مثلا انا عايز ايه مثلا مثال للريكويرمنت مش واضحه. احنا عايزين نعمل انتجريشن مع اكتف دايركتوري. على فكره هو ممكن المثال ده يبقى واضح للاول، بس انت عايز تنتجريت ليه مع اكتف دايركتوري؟ هل عشان سنجل ساين اون؟ الناس كثيره بتميكس سنجل ساين اون. انت عايز الناس تستعمل نفس الباسورد مش سنجل ساين اون. فالريكويرمنت مش واضحه او الترمينولوجي مندمج. فهمتني؟ feasible, measurable and consistent. ان الحاجات دي ممكن نأتشيفها، doable، ممكن نقيسها. يعني نقيس ان احنا عندنا ويب سايت، نقيس ان احنا عندنا سي ار ام، لكن يعني ايه ان انا مثلا عايز 10 جي كونكشن؟ This is not a requirement for business. يعني ليه انا عايز 10 جي او فايبر شانل؟ صح؟ It's not a good requirement. ممكن تبقى technical requirement ان انا ابقى عايز فايبر شانل او لاسباب من الاسباب 10 جي اوفر فايبر ولا 10 جي اوفر كوبر. وي ويل كم انتو ذيس ديسكشن، بس مش دي الريكويرمنت بتاعت البيزنس. اوكي، وذن ذا بادجت. اوكي، لانه ممكن يبقى السوليوشن اوفر ذا بادجت، فهتضيع وقتك وتضيع وقت البيزنس في حاجه ممكن ما لهاش بادجت. اوفر اول دوبل. يعني ايه دوبل؟ يعني انا عايز ابعت ايميل لكل الناس اللي موجوده على الكره الارضيه، ده حلم كل واحد بتاع ماركتنج وسيلز عشان يبروموت البرودكت بتاعه. This is not doable. حدد كمان حاجتين مهمين جدا. What is the minimum viable product and what is the maximum الترم بتاعي viable product. يعني ايه؟ minimum viable product terminology مستعمل جدا في الستارت ابس. ان احنا بنبني product يفت ال requirements او اقل الحد الادنى من ال requirements ان هو ينفع يبقى product. نفس الحكايه في السولوشن. حدد ايه هو المطلوب، what is the minimum required or the minimum viable solution عشان اقدر اطلع بفيز 1. يعني انا النهارده عشان اعمل سي ار ام احط فيه الانتجريشن واعمل فيه ماركتنج تولز واحط فيه اس ام اس انتجريشن واجيب من السوشيال ميديا واعمل كل الاي اي انتليجنس من جواه. This is too much. ايه المينيمم علشان اطلع بالسي ار ام تول؟ This is defines his one mini solution بتاعي للبيس ريكويرمنتس بتاعتي. الاكستراز اللي هي الماكسيمم انا عايز بقى 1 2 3، لان ده هيأثر واحد على اختياري للبرودكت، ثانيا هيأثر على الفيزز اللي انا هروح فيه. ان انا لو قعدت مستني ان انا اخلص كل ده حسنا وقت كبير جدا. يبقى انا عندي حددت الفيز 1 وحددت انا عايز برودكت ايه علشان يعمل ايه بالظبط. هنيجي دلوقتي لخدعه جميله جدا، ازاي تعمل تمبلت في اقل من 7 دقائق للريكويرمنتس. هوريها لك دلوقتي. انا هنعمل دلوقتي تمبلت باستعمال الاكسل يجمع فيها الريكويرمنتس بتاعتي.
انا هديك الجايد لاينز اوريك ازاي تعمل بروفيشنال تمبلت تبهر اي حد، بس دي الجايد لاينز ودي البيس، انت ممكن تضيف اللي انت عايزه. خلينا نشوف احنا هنعمل ايه. هاخد الكولومز ساعة شوية، هاخد الرؤوس بره سنة بسيطة، بعد كده هاخد ده ضيقه واختار الاريا دي اللي انا عملتها، فورمات استيبل واختار الفورمات بتاعتي الاريا دي وانمنت مثلا ديت، ممكن نختار السكشن. ممكن تضيف as much as you want في الانجليش، مفيش اي limitation على اللي انت عايز تعمله. الميزة ان انا لما عملت format as table انا خليت كده الدنيا اوضح واوتو formatted بالنسبة لي. ممكن بقى نعمل شوية كده تعال اختار نتورك، اختار المكر الابيض، كبر الفونت، فورمات سو كده، اخدها في النص نتورك، ونيجي نعمل هنا ميرج سيل نفس الفكرة. اوكي كنا insert، بعد ما هنعمل insert احنا كده عندنا الفلترنج بتاعنا. انا اخترت السكشن ده، قلت له data group group، بعد كده عجلت على السكشن ده group group، بقى انا عندي كده two groups، واحد هنا عندي تسعة ريكوايرمنت. بس بلاش بقى عشان ده اي دي، فده خلينا نعمل ده تسعة عشر حداشر اربعتاشر خمستاشر دي 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 هنا تكسر كومنتس اكتب عندي ديت 16 ديت 5 كده. انت بقى عندك تمبلت جاهزة محترمة وبروفيشنال انك تقدر تعمل فيها. واحد، شوف ال requirements بتاعتك. طبعا هنا SSS مش مشكلة، انا عملت SSS 1، رحت جايب كده 2 10 كده. انت شفت كل ال requirements بتاعتك. ممكن تختار الاونر، يعني انا عايز كل الحاجات لمحمود بس الاونر بتاعها، اعمل الفلترنج. لو انا عايز اشوف الكريتيكاليتي حاجات كريتيكال وهاي، وفي نفس الوقت فوق من كل ده انت عندك الجروبنج، انت ممكن تقفل كل النتورك وتشوف كل الابس، تقفل الابس تشوف كل النتورك. انت عندك كده كل الفلكسبيليتي اللي انت عايز تعمله. ديفنتلي بقى انت ممكن تعمل فورماتنج زي ما انت عايز، وتغير في الالوان وتضيف كل الحركات الجميله اللي انت ممكن عايز تعملها. ممكن حتى تحط هنا حاجه كده هوم فيل مثلا، تعمل كده تقلل دي حتى يبقى شكلها الطف. اوكي، في المحاضره دي اتكلمنا مع بعض الهدف اللي احنا عايزين نعمل له سوري نوصل له، وبعد كده اتكلمنا عن فروق ما بين business requirements و technical requirements، مين هم ال stakeholders، يعني ايه requirements كويسة وتجيب ال requirements من فين، وتعمل ايه وانت بتقابل
الناس ويعني ايه requirement، وازاي تقدر تعمل template في اقل من 7 دقايق علشان تجمع كل ال requirements بتاعتك. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لنتيجة كويسة النهاردة. ان شاء الله في السيشنز والمحاضرات الجاية هنتكلم اكتر واكتر بتمبلتس وامثلة ازاي تقدر تعمل حاجات اكتر بناء على اللي احنا عملناه النهاردة. شكرا جزيلا، وكان معاكم محمود.